فتحيا بعدوه الليل غيط مزروع ضلمة وعسكر ونخيل نايمة صاحية حارس الدار والجرار الفرسة بترفص في الحوش عيد وعلي طلعوا كبريت ومجوش الأرض المعزوجة قاعدة من غير زرع والهوى واقف زي المية من 6 أيام ما تهزش فرع كانت فتحية بتصحى على صوت صفافير السفن اللي بتعبر دلوقتي بيصحيها ندى العسكر على بعض وتحن ضروعها البكر لما تشوف الملح بيطفى على وش الأرض هاجروا الحبان والجيرة ما عادوش مع بعض الصبح الصواريخ الإسرائيلية جاية يمي بالعند متشيعة من عند لعند تترمي في المصفى في المصرف الصواريخ الإسرائيلية بتعلمها تعرف تتصرف دو دو السما بتمطر شازو الشازية دبحت نخلة وبجرة الصواريخ الكناسة الجناصة ما خلت في الفدان سجرة الصواريخ الإسرائيلية بتعلمها تعرف تكتب تقدر تجرى معلش ضروري حينزاحوا ويعودوا السكان حوالين بيتنا تاني مين عارف يمكن بكرة الضهر ضربناهم هججناهم ماتوا بالخمسة وبالعشرة فتحية بزعزوع الفلاحة السمرة وشها شعشع زي القمرة وعينيها بتضوي زي ماسورتين مدفع هاوزر طالع منهم دخانة آه لو عادوا من الهجرة ويشوف العسكر من تاني بس المرة دي 10/10 العصر قالت لي فتحية عبد الرحمن عيد بيقول لازم نمشوا مفيش في البر أمان وانا يا ابن العم ماليش رجوع قل له قاعدني لو حتى حموت من الجوع بيقول لي كبرت يا فتحية يا اختي لازمك راجل وحيطان قل له يا عبد الرحمن انا متجوزة انا مبسوطة كده مهر في ظهر الياسمينة دي وعمر في سن النخلة دهي والتوتة دي والمصرف ده ما تفنش عمري عشان اتباع لازم استنى طرح المشمش وطلوع النعناع هياخدني لفين قل له يا عبد الرحمن مناخيري خلاص ما عادتش قادرة تشم الا الشظو وريحة البرقوق والدخان كانت فتحية قبل الحرب اهتمت بالياسمينة وطلق الطير صبحت علاقتها بأم علي كبيرة لأن أم علي ما مشتش ومش راح تمشي يا ريتك كنت أمي يا أم علي كانت بتحبها موت وأم علي كانت بتحبها أكتر من بنتها كانت فتحية فرحانة وبتحاول في البيت على موضوع عدم الهجرة وتقول مهما ادوك غطان وبيوت اللي هاجر حيموت اللي يمشي هو اللي حيتضرر اما ان كان على الارض فالارض حتتحرر كانت هيصة وبتقول لازم وضروري لما في يوم جه عيد فجأة جاب العربية اللوري وكانت في البيت والطير والبقرة والبغلة وفتحية ومشت فتحية وسافرت لأبيس مشت فتحية كأنها مجرورة للموت راحت الضحكة ومات الصوت وبقت الجوابات اللي جاية منها جاية تصرخ لو ما رجعتش راح اموت تعالوا خدوني قولي لهم يا ام علي كلم عيد ولا ابويا يا عبد الرحمن يا ناس عيني حتعمى بكى عاوز ارجع راح اموت والله ان ما رجعت البيت راح اموت يرضيكم اقعد في بلد مش بلدي وناس غيركم وام علي
بعتولها ناسها من جبلي. ردت في حزم وحسم: امشي لو جوزي مشى قبلي. مين قال اني محتاجه لحد لا بحري ولا جبلي؟ طول ما بعيون عايش انا لي عيون، هو الفاس واليد، مطرح ما يكون حنكون، ساكن فينا وقلبنا بيه مسكون، هو اللي طول عمره يشوف، طول ما بيخافش ما بنعرفش الخوف، بصوته نحيا من تاني وبضحكته يتعمر كل الكون. جمالات لسه على باب السن، واحمد الشرقاوي لسه بيفتح عينه على الدنيا، وعلي يكبر قد ما يكبر لكن طفل صغير، من اجل حاجه يحير ويدير، واحمد نورت البيت، هما ملح اللقمه وتغميسه الزيت. لا احنا عايزين ارض ولا بيوت، ان جانا الموت نتلفلف على بعض ونتغطى بالارض ونقرا الفاتحه ونموت. الرحله كلها خطوه رجع على تراب الايام، وانتوا فاكرين حتعيشوا مليون عام، عيشوا حتى العدو ده اللي متباهي على الشط بكره حيتزاح هو وجيشه، عيشوا. اللي يفهمها مليح حيشوفها مليح، واللي ما حيفهمهاش طول عمره ما حيفهمهاش. في نيران الحرب الانسان ممكن يخبز عيشه، ماله الموت؟ اعتبروه زي الهوى لما بيفوت، ده شموم الهوى في الشط يساوي العمر. ويهل كمان وكمان صوت فتحي: عاوز ارجع ولا عشان ما انا مش راجل تظلم عمري معاكم؟ ارجع يعني ارجع، مش قادر اعيش. وي ترجع للموت؟ الموت اهون مدفل هنا، واموت على الشط ما طولهوش. طب ما اقعد عنديكم واموت على الشط. كانت الهجره سكين تال ما بتذبح امن الناس وحياه الناس. اليوم والليل الحب الضيق الضحكه الزعجه في وش البت، الزعجه المعتاده اليوميه، الزمن اليومي، الذكرى، المشوار الممشي وماتي على جسر الايام، ضربه فاس في الارض ومدت قله على بق، وكلمه في زور، والاسئله نفسيها: ليه وامتى وازاي وبكام. كانت الهجره كوع الزمن المغروس في ضلوع الناس، اتبعزقهم الخوف، اتقص الانسان نصين، والوطن اللي ما يتقصش ابدا اصبح وطنين، والناس عرفت ايه يعني يهود، وازاي في حنكها يسكن طعم الخل طول ما بيسكن ارض الاوطان محتل. ابتدت الهجره تبقى بالامر، والهمس صبح جه هجرة. محمود عثمان بيقول لازم بالأمر الناس تهاجر، ونهاجر ليه بس مدينة قاعدين؟ حنلاقي فين مطرح تاني يا بنات؟ ليه بس يا رب؟ ده احنا عمرنا ما عملنا السو ولا الوحشة في الناس، وإيه ذنب الناس؟ ليه كده بس يا رب؟ بستغفر لك أهو، بس ده شيء صعب. هتروح تتبهدل فين ولاداة الناس؟ مطرح مين حيساع؟ مطرح مين حيشيل؟ ولدك لو شلته تجيه، امال شحال تجلو في ايدين الغرب؟ تروح فين يا ولاد الناس؟ يا ويل العشطان اللي مش لاقي شرب، يلا اذبحتري ببهايمك وحاجاتك يا سويس، في بلاد الناس، في بلاد الناس الغرب. طب واللي ما يمشيش؟ بيقول لك كل المطرح راح ياخدوا الجيش، نمشي وبس، ويسرع علينا زي ما يسرع على الباقيين. بيقول لك جربوا يشبكوا مع بعض، هي حكاية الزيتية اللي خلتهم قالوا الهجرة. وصحيح ضدانين اللي يعيش له 10 أيام في المدة. وانت يا سيدة قولي لأم علي تسافر، والله ما نمشي، واللي يجره مش هنقول له اوعى تكون، إذا كان الخالق قال له كون، والله ما نمشي.
الموت حيجينا في أي مكان، بس المسخة إذا كان الهجير إجباري يبقى روحنا فطس. طب لما الناس تمشي من فين حيجيك جوز؟ مين قالك عاوز اتجوز؟ كفاية علي أربي بيتي، ما هي جمالات ما شاء الله، بكرة حتبقى عروسة. ايه يعني الجوز؟ لقمة تقلد في البيت؟ نحمد ربنا واحمد وابويا كله بيجيب خير، واحنا اهو يا اخت بندكر كوسة ونطلب طيف، زيتنا ببيتنا والله الحمد. بس دي حرب يا سيد، حرب تطلق طير في النار، تربي جمالات في الموت. ربك ويانا، ومن عارف تكرهوا شيء ليكم مع انه خير. رب قادر يخلي دهنات المدفع صوت. ضل الزعر خلاص من كل عيون الناس، وبيجوا يناموا ويصحوا على موضوع الهجرة. ناس بيقولوا صملوط، وناس بيقولوا أبيس. أبيس والله صملوط، أي هداية ساعنا وبس قد يختاروا، أي حتى ما ترميناش وخلاص. بس حكاية الخويف الزايدة دي ليه؟ يعني ضروري اللي حيقعد هنا حيموت؟ ده يعني في دفاتر الدولة مثبوت؟ لا مش ماشي. يعني حتقعد وحدك؟ والله ما عارف، حاجة ترشق وتجنن يا ولاد. يعني حتقعد وحدك؟ ومشى يفكر في الجملة. يعني حتقعد وحدك؟ عارف انت بتعمل ايه دلوقتي يا ابو العيون؟ ده البيت فيه ست انفس غيرك، واذا بالواد والبيت ده عيال وعيال راجل غيرك، يا ريت بس عيال. لا شغل بالك، احسب تاني يا ابراهيم. اما انتوا صحيح مجانين، 50 سنة تمشوا في جبال الغلب، هجرتوا من اخر الدنيا وجيتوا على صخر الصبر ودم الكبد عشان تقعدوا تتخمدوا ترتاحوا هنا في الارض. ايه اللي جرى؟ مش هي الارض اياها الارض؟ مش برضو دي لسه كنال؟ مش نفس السما يا ولاد؟ مش نفس النخل؟ ايه اللي جرى اكتر من قوم تلحق؟ ما تقوم، ان كان لابد تقوم حتقوم، ما تقوم وان شاء الله تخربها خرب. لكن احنا نمشي ليه؟ هي دي كانت اول حرب ولا كانت اول حرب؟ انا بسألكم انتوا يا عواجيز، اسأل ليه الولد؟ هي الولد دي كانت طلعت من ابنود؟ كانت طلعت من منجم؟ ولا اشتغلوا شيالين في الحوض؟ ولا برموا الدنيا على الرجلين يتخنقوا في العمارات على لون البطيخة وسعر التين؟ كانوا حفوا عشان يبقى لهم حتة ارض؟ لا يا ابو، ده عيال جبناها هنا على ارضك يا جناين، دول مش منك يا صعيد. اما احنا فاحنا ولاد الحرب، 48 اللي راحت فيها فلسطين، 56 كانوا فرنساو وانجليزيين ويهود، حتى في الاربعينات دايما كانت حايمة على روسنا الطيارات. ومع كده مش خدرنا الارض؟ مش خلفناها ولاد وبنات؟ لكن الهجرة بدت ولا استمرات. محمود عثمان مرة وسعد جلال مرة كتبوا وختموا، وانت بتبص وترقب من تحت عينيك المليانة كلام، وتولع جوزتك قدام الباب وكأن ما فيش شيء، كأنك مش شايف، مش مطمن ولا فرحان ولا زعلان ولا قلقان ولا خايف، كأنك ما انتش في الشط وجمحت البيت. اسمعوا يا اولاد، من دلوقتي اللي بده يهاجر عاد الاستمارات موجودة حدا سعد جلال. انا معرفش الوقت امي من اختي، اللي بكرة يبصلي ولا يقول لي قل، انا مش مسؤول. اللي لازم يهاجر ياخد اللي لازم، وان شاء الله يا ربي ياخد البيت. انا عمري ما قلت انا ليا بهايمي وليكم بهايمكم، الخير كله بتاعكم، ولا عندي باب مكفول، محدش يخجل مني، اعتبروني زي اخوكم. ودي حرب، محدش ضامن عمره،
اللي خايف على نفسه بلاش يقعد، يطلع على طول. انا هقعد علشان جربت الحرب وزرعت مواسم جامدة تحت الحرب، وانتوا كمان، انت وهو، انا وامك ووالدينكم في الحرب. عايزين تمشوا امشوا، تاخدوا كمان امك لو عاوزين. انا جاهز، انا راجل عجزت خلاص وناوي اموت هنا تحت البيت. كنت اتجنيت لما اموت في ارض غريبة وسط عباد اغراب. انا جاهز، انا والموت اصحاب. كانت لحظة رهيبة، الصوت اترج وامان الدنيا هج، وعيون الولد خرز منطور من خيط، والولد بيسمعوا بودانهم وعيونهم منكوتة على الحيط. انا قاعد، يدولهم ارض ما يدوش، الدنيا اخرتها ايه؟ نعوش، انقدوا ولا ما ادوش. انا مش قاعد علشان راجل وطني، لا، انا راجل عجاز، خلصت المقطوعية بتاعة زمني. امش انتو، وانا محتاج ايه؟ كوباية الشاي بعملها بيدي، ارضي بخدمها بيدي، خطوتي على جدي، جدتي بغسلها في الجدول او على طرف الترعة. انا قاعد، واللي عاوز يمشي لازم يربط راسه ويحزم رأيه بسرعة. الكل سكت، خوف مني ولا رضا يا ابراهيم، ولا بيتدبر، ولا رد جميل للعمر اللي ماشيه وحداني علشان يطلع ولدك يلقى شجرة وبيت. سكت يا ابراهيم، والناس بتحمل عفشها وعيالها على العربيات. كل اللي بيجي يمشي بيمشي وسايب تحت ودانك قول وكلام. واستحملت، واستحمل علي واحمد وعيون جمالات الطفلة، يعني خلاص واتصفصفت يا شط، بقيت عريان. الهجرة غلبت فينا رجولة الانسان، خدت الناس. لكن سلواك ان لسه قاعدة شوية ناس، عبد المولى، ابو زعزوع، فتحية وعيد، الحج الشادلي بعد ما سابوا أخوه العادلي، عبد الرحمن عبد المولى، وعالب سلمي، وسيد طه، وبيت أبو قنديل، وعبد الرحمن العرباوي. أهو ده العرباوي قاعد دلوقتي هنتحدث على اللي يموت وعلى اللي يعيش. يبقى احنا اللي نشينا الشط نسيب العدو ونهاجر؟ ما تجيش. واه يا أبو عيون، كانت الدنيا غريبة حواليك. فرغ الشط ما كنه كان مسكون من قبل، تسمع فيه صوت الطير وصوت الفتح وصوت القفل وصوت فتل الحبل. والله صعيب يا ليل من غير الناس، اذا كان انا يا كبير موجوع ومالش حال الولد، احنا خلفنا بعديه بعد ما شبنا، انما دول لسه عيال وحريمهم جابت ياما وحبله. بقى يا عرب يا عمى يا زمن نمشي؟ يبقى ضحكت علينا يا دنيا، ويحق لك تتريق على ولدك يا صعيد. تسيبوا الارض؟ تسيبوا العمر؟ لو رحت معاكم، طب مين اللي يبرئني من ذنب الارض؟ للخضرة علينا حق يا ناس، زي ما غرفت ودك ووافت بالحق ده ذنب، وانا عمري ما ظلمت نبات ولا خنت بيد ولا باحساس. وفي ايام الهجره بكى الشط، وستات في تلتين العمر مصمصوا وقالوا برضو يا رب الشط يهاجر تاني، في الحرب الاولانيه والتانيه والتالتة ودي. قال ابراهيم ابو العيون، قعدنا في حروب غيرنا ونمشي لما جينا حربنا احنا؟ ده ايه العجل اللي حط على الناس؟ كان زي مسيح مصلوب على شطك يا كنال، يا ارض العرق الابيض
متجبح السمر، كان قلقان وغريب، يتكلم يتكلم يتكلم، يسكت يسكت يسكت، يجي ويروح يجي ويروح زي الطير المدبوح. وابتدت الزمزجة والزعزعة عند بزعزوع بعد الحرب بشهرين. وابتدى بالليل يتكلم ويخترف في النوم ويصلي الفجر 5 مرات، يصحى ويصلي ويرجع ينعس ويقوم ويوقع في المصفى ويقرأ كتب الذكر. وتقول فتحية وهي بتضحك: إنما أبوي خايف، خايف لجيه دانا قبل ما يتجوز، بعد الشر عليك يابا. بتقول إيه بعد الشر؟ والله فتحية أنا خايف مش عارف ليه، علشان السخماطة الجيزة. بتقول إيه؟ بقول بعد الشر. وصبح موضوع النب زعزوع يتجوز ضحك على خشوم الكل، وبقي يشوفهم يضحكوا يسكت ويسيب اللي بيتريق واللي ينكت، وما كانش سكتهم إلا الدنات وهجوم الطيارات، وفلان عايش وفلان مات. حج محمد عبد المولى أول من فوت مسمار في جدارها أنا أول من خرم الإسفلت، وأنا أول من دوب ملح في أرضك يا جنان أنا، وأنا أول من عرفك يا رجولة أنا، أول من داق أيام الغلب الأولى، أول من قال اطلع يا زرع أنا، وأنا أول من حبوه بسببها أنا، وأنا أول من نادى على ناس، أول من حط حجر تحت حجر وبنيت بيت جنبك يا كنان أنا. اوعى تصدق عمك ده أو ده، اوعى. أنا أول من جيت فيها، أول من بيت ليلة، وأنا أول من جاب مرته هنا وخلف ولد هنا أنا. أيوة أنا. قول بي في الرد وزعل، قول من جه أول واحد يا رجولة هي الإسمنت حتنطق وتقول لك عبد المول. طب نتكلم في الأول عنها هي، إيه يعني رجولة يا حاج محمد عبد المولى؟ هي جناية إسمنت كانت بتجيب المية من الترعة الحلوة وتعديها وتوديها لجنينة شخص فرنساوي. لجنينة شخص فرنساوي كان ساكن كشك في مطرح بيتي ده، وعامل للكشك جنينة وجناية، وكانت الرجولة الإسمنت تجيب مية لجنينة الفرنساوي، يدوب بجين منها ينزلوا في الأرض والباقي كان بيروح في كنالك يا سويت. قلت أنا لما جيت: طب يعني حلال ولا حرام المية الحلوة ده؟ هي تروي البحر المالح، مش احنا ولا؟ كنت انا في الوقت ده شغل بور توفيق، ريس شحن وتفريغ في المينا، وكنا ساعتها ساكنين في الكفر، وكان كل الابنودية هناك، ولما الواحد كان عاوز يبني بيت كنا نساعده، ده يعني بمناسبة جاي هنا. كنت يوميتها جاي انقل عربية رمل، مش فاكر بس يوميتها كان بيت مين اللي بنبنيه. ووصلت لحد هنا ولقيت الرمل الوسعان ده، قلت يا باي لو مية وصحة وناس غاويين الزرع. ويومها رجعت الكفر، وتاني يوم علمينا ببور توفيق يلخمني الشغل ساعات، لكن أول ما أفيق افتكر الشط الواسع والرمل الكتران، احس بان عدم زرعه وتركه للملح حاجة معمولة ضدية، حاجة عملوها عشان تقلق نومتي علي. فكرت في ابنود والجبلين اللي طبقين على النيل، والوادي اللي رزقه قليل، والرملة الواسعة قصادي دي،
قلت تكفي ناس أبنون، وفضلت كتير شهرين أمسح وأزيح الرملة من بالي وأغمض عنها عينيا لما بقيت حجاً، وكل عشية أفتح عيني يا سويس وأحلم بالأيام الجاية. يعني صح يا عبد المولى هتعرف ترجع تاني للزرع؟ لا ده حلم قعدنا عليه من بدري وموتناه، ضعنا خلاص وسط الشوالات في الحوض في الملح وفي الفحم الاسود، يظهر مكتوب لي أعيش عمري كله في كنوبة وفي كبابين. معقول أرجع للزرع؟ 25 سنة سايبك يا بنون، 25 سنة في مناجم ومحاجر وجبال، صدقنا مدينة الحوض يا بور توفيق، من 6 سنين في الحوض لما اديني بقيت ريس على وردية، وقرايبي يوماتي جاية على شط البحر الأحمر ورد علي وبشغلها تحت ايدي، وفي الشغل اهم عيلة وملمومة من حوالي ومخليالي قيمة وحرصاني. يبقى معقول بعد المركز ده ارجع ازرع تاني؟ ده ولا في الحلم، باني بخرف. عمري 29 سنة لكن خرفت، لكن طب اعمل ايه للليل اللي حالف يفتح لي عيني اتفرج في النجم ويتفرج هو في عينيا عليا؟ وبقيت اقول للحق الحلم ده خلاني شقيت، كنت خلاص جربت اسلم مجاديفي في موضوع الزرع، اهيئ نفسي لباقي العمر اللي حقضيه فوق المينا شحن وتفريغ، وتعلمت ارطم بريطاني وانزل في الراحة على القهوة مع اخواني ويتلموا الجدعان حواليا نتنسى معصر المالح، وخلاص رجلي خدت على الملح اللي في الارض وعلون، لان الارض حدانا في ابنود سودة يا ولدي ولونها غير اللون، وهنا بص كده حتى حيطنا في لون الجير، الحيطة من ملح الارض في لون الجير. وفي عصرية يوم زي كده بلحت على الشيف البريطاني بتاعي، قلت له مستر عاوز بكرة اجازة وان دي تومروا بس يا مستر. وانا كنت مؤدب طبعا وياهم ومطيع جد، وعمري ما جليت ادبي على حد الا ان كان حد حرامي ولا داخل متسلل بيننا للمينا، واحنا بلدنا عارف انت امينة اصل المينا، عارف انت حاجات طبعا من كلها صم، يعني كانوا ياخدوا من هنا بالطرناطة وبرضو يجيبوا بضايع، وانا عارف ان الرجالة اللي معانا غلابة، ضروري طبيعي ان الواحد نفسه توزه على حاجة، وحاجة يعني عربية ابدا. دقيق في كيس، كناسة شاي، حباية فحم، بسكويت، لكن انا كنت احمى من السيف الا مد اليد. ملناش دعوة احنا في مال مين الا حكاية مد اليد، وعشان كده عمري ما طاطيت عيني قدام حد او خفت اقول الجد. فالشيف البريطاني طبعا على طول اداني اجازة يوم، قال لي اوه عبد المولى لازم رايح فسح ست بتاعك، وانا طبعا كنت نويت اطلع تاني اتفرج بمزاج وبصيرة عالشط واشوفك هنا يا رجولة. خدت اجازه من الشيف، والصبح ركبت العربيه الكارو ناوي على الشط. ما قلتش في البيت انا رايح فين، كنت موصي على العربيه من الليل وانا اللي سكتها وطلعت لوحدي بيها. طلعت على السكه الاسفلت من ناحيه هنا بالظبط مطرح ما انت شايفني دلوقتي، بعد الفجر بساعه وصلت لقيت الكشك بتاع الفرنساوي، كانت شغلته يرفع اعلام متلونه للسفن اللي معديه في قلب البحر، كان عنده جنايني زي ما قلت. قعدت معاه وشربت معاه الشاي
جريت الجول وياه، جر الجول وياه، وحكالي عن الرجولة الأسمنت، وقام لففني أشوفها وعدت. ما أصله رجولة دي كلمة فرنساوي معناها جناية صغيرة. أنا قلت أمال لما دي جناية صغيرة تبقى الواسعة معناها إيه؟ طلعت العلبة من جيبي، مع إن عمري ما شربت الدخان لحد الوقت، لكن جبت العلبة من امبارح حطيتها في جيبي. قلت لنفسي يمكن يقابلني عسكري، في عسكر برضه حراسة وحدود. قول اديت للجارة ورا الجارة وجرجرته في الجول. قلت له دلوقتي يعني المية الحلوة اللي بتخر في مية مالحة، يعني لم أخذها في البحر، لو خدناها وزرعنا بيها الرملة يبقى حرام ولا حلال؟ الراجل قال لي حلال، ما انا طبعا بديله الجول المكفول. هيرد يقول ايه؟ جاوبني طبعا على طول، قال لي كلامك طبعا معقول. قلت له طبعا مش راح اقدر اعوجها. قال لي بتقول على ايه؟ قلت له على الرجل، يعني طبعا مش هقدر الوي رقبتها واقول لها عاود من عندك ما تصبيش في المالح، طبعا مش هقدر. قال طبعا. قلت له عاد، يبقى الحل ان الواحد يخرم خرمة في الإسمنت. طبعا لو صاحبك الفرنساوي عرف ده تاني يوم حتكون روحت. قال لي طبعا. قلت له حلو. هو طبعا لما بينزل ويروح النادي بينزل في العربية وبيطلع في العربية من على الشارع الإسفلت ده، هو صح؟ يعني عمره ما خش في قلب الرملة من الناحية دي. قال لي صحيح. قلت له يبقى تعالى معايا. وخدت الحتة كأني جيتها قبل كده، كأني عارف، كأنها هي اللي كانت تطلع لي في الليل في الحلم. وقلت هنا واخرم فيها الخرم هنا وما حدش حيشوف، وازرع زي ما حب. هو ده قول لي حيأثر عندك يعني في جنينة الفرنساوي حتقصر عندك مية؟ قال لي لا. قلت له يبقى خلاص، وادي الحتة يا عبد الرحمن، هي الحتة اللي انت فيها دي، هي المشمش ده، وهي النخل، وهي العنبات، والبيت، وهي عيالي، وهي الشجر اللي انت قاعد في ظلتها دي، وجنب نباتها ده، والرجولة اهي، وهم 2000 أسرة عايشين حواليها، و600 فدان خضرة وفاكهة. ادي حكاية الشط، وادي حكايتي. ولكل الناس في الرجولة حكاية زي حكايتي، ويمكن أغرب، إنما أنا صاحب أحلى حكاية في حكاويهم. أنا أول من دب برجليها على رملتها، أنا صاحب أول حدوتهم. فإذا مشت الناس دي جميعا أو خافت من الحرب جميعا بالديناميت والقنبل والدخان، تفتكر إنه برضو الحاج محمد عبد المولى يمشي؟ تبقى غلطة.